بالنسبة للإرشاد الديني قلت على مدار العام هناك المرشدون دينيون يرافقون حجيجنا الميامين في طوافهم في رميهم في شعائرهم في مناسكهم في كل المناسك. كذلك هناك بعثة الخدمات والإسناد لتسهل على تسكين الحجيج في الفنادق، الإعاشة عندما يكونون في المخيمات في ميناء وفي عرفات، التنقل بين المشاعر في الحافلات، وكما تعرفون النقل الجوي تؤمنه الخطوط التونسية والخطوط السعودية. هناك بعثة طبية، هناك إطارات طبية وإطارات شبه طبية، وهم موجودون في كل رحلة إن شاء الله باش يكون فيها ثلاثة إطارات طبية أو إطارين حتى يعني يرافقون الحجيج، ولا ليس فقط يعني في عيادات داخل الفنادق، وإنما يطوفون على الحجيج في غرفهم إن شاء الله حتى يؤمنون لهم يعني. وقد تم شحن يعني كمية من الأدوية، وكل حاج طبعا يعني يهز معاه الأدوية متاعه. وكما رأيتم هناك يعني كبار السن، هناك المرضى، واللي شرفنا باش نكونوا خدم لهم. نحن يعني يشرفنا كثيرا أن نكون خدم لضيوف الرحمن في بيت الله العزيز. هذا السؤال أنا سألته يمكن من خلال أسبوعين ثلاثة في إحدى الإذاعات التونسية، وسبق أن أثير هذا الموضوع خلال زيارة وزير الحج السعودي للمملكة العربية للمملكة لشقيقة تونس، وهناك إن شاء الله توجه لمناقشة هذا الموضوع إن شاء الله عندما ينتهي موضوع التعداد السكاني الجديد لتونس سوف يأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأعوام القادمة إن شاء الله. قصدك بيت ربي إن شاء الله كل شيء، ولدي ربي وصلنا سالمين وراحبنا سالمين، وربي يعطيكم بالصحة والقوة ويمتعكم. الحمد لله، الحمد قايمين بواجبهم زيادة فوق اللي يلزم زيادة. يعطينا دعوة صغيرة للكلاسة كلها إن شاء الله. إن شاء الله ربي سخر لكم وربي سهل لكم في كل ما هو خير. أمير العبيدي من مرناق حاجيج على ولاية بن عروس، إن شاء الله ربي يتقبل من كافة الحجاج التوانسة، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. نشكر معناها كافة جماعة الأسنار اللي قاموا بخدمات جليلة، بارك الله فيهم. نشكر زاد السيد وزير الشؤون الدينية اللي استقبلنا توا، بارك الله فيه، وإن شاء الله الناس كل بخير، بارك الله فيك. أنا
بابا ديما فرحانين من جيل المدينة المنورة، وربي فرحنا من جيل الروضة الشريفة. متشوقة برشا دافي، متشوقة برشا، الزام مستنى وقت الشوق شبيت ربي. الحمد لله والشكر لله، ونسلم على عائلتي الكل، ويا ربي وصلني سلامة إلى الدار السلامة. يا ربي انصر تونس وانصر أهل تونس، ويجعل تونس دائما بخير، أهلها وسكانها وترابها وأرضها وسمائها. صراحة والله لا توصف معناها، سي حاجة حلوة ياسر ياسر واحد يستنى فيها. إن شاء الله ربي يقدرنا، وإن شاء الله ربي يعطينا القوة والصحة باش نعملوا مناسكنا كيما نحبوا ونجتهاو، ويا ربي فرح كل إنسان، وإن شاء الله الناس الكل تفرح، ويا ربي حاجة ميمونة للناس الكل يا ربي. يا الله يفرج على تونس، وإن شاء الله ديما من القدام القدام ديما. يا ربي تونس عزيزة علينا الناس الكل، وما كيفها حتى بلاد، ربي يحيها.